اللبس هو حيرة كل يوم، معروفة عند الستات كمان، يعني الموضوع ده بيبقى صعب جدا. يا سلام بقى لو عندنا مناسبة والمناسبة دي مهمة أو انترفيو مثلا، بتكون الحيرة أكبر وأكبر، خصوصا إن اللبس الفورمال بيبقى فيه تريكات كتير إحنا مش عارفينها أو إحنا مش ملمين بكل حاجة فيها. عشان كده منورانا النهارده في استوديو انتي الفاشن ديزاينر فاطمه طه، واللي هتقول لنا ازاي نختار اللبس الفورمال المناسب لينا، وايه التريكات اللي لازم ناخد بالنا منها علشان نظهر في احسن شكله وفي احسن لوك، وكمان جسمنا يبقى متناسق مع اللبس اللي احنا لابسينه. كمان هتكلمنا فاطمه عن تصميماتها الجديده، بس خلوني الاول ارحب بيها. اهلا وسهلا بيكي يا فاطمه، منورانا منوره استوديو انتي. انتي منوره. في الاول عايزه اسالك، ازاي بدأتي في الفاشن؟ ازاي بدأتي او قررتي ان انت تبقي فاشن ديزاينر؟ الكلام ده من حوالي 8 9 سنين. انا بحب مجال الفاشن جدا، وكنت متعوده دايما ان انا يعني بحب الحاجات المختلفه المميزه. فاللي شجعني بصراحه على الحاجات دي كلها اختي ومامتي، يعني هم دعموني وبقوا نصمم سوا انا واختي وماما، يعني حاجات زي كده. انت درستي مثلا حاجه ليها علاقه بالتفصيل او كده عشان تقوي الموضوع ده؟ اخدت كورس فاشن ديزاينر كرسمه، او ان انا ازاي انا اعمل اقعد على المكنه نفسها وكده. يعني حلو جدا جدا. انا شايفه ان انت شخصيا لابسه ماستر بيس، وشايفين كمان قدامنا على الستاند وعلى المانيكان كذا حاجه مختلفه. ازاي الواحد يقدر يختار اللبس اللي هيلبسه على حسب المكان اللي رايحه؟ يعني مثلا خطوبه غير كتب كتاب غير انترفيو غير كذا غير كذا، اكيد طبعا. اقدر البس ايه فين؟ على حسب، يعني بصي، على حسب جسم الكلاينت، على حسب الالوان اللي هي بتحبها. اوكي. كل كلاينت ليها درجات تليق على بشرتها، تمام. ستايل معين في اللبس كديزاين يليق عليها عشان تبان كلها في يعني انسيابيه، وهي لابسه تبقى ماشيه ومرتاحه وقاعده وكده. طب ممكن تيجي كده بقى تبداي تورينا شويه الحاجات وتقولي لنا ايه ممكن يكون مناسب لايه؟ لان انا شايفه حاجات تنفع ابريمي ديتا، تنفع بعد الظهر، حاجات تنفع انترفيو، حاجات تنفع كتب كتاب، خطوبه، حتى للعروسه نفسها على فكره. بصي، يعني الموديلات، مثلا الموديل ده تلاقي يعني كذا كلاينت، تبقى كذا عروسه تحب دايما تلبس في خطوبتها او في كتب الكتاب، حاجات دايما اوف وايت. فالحاجات الاستراس والكريستلز هي اصلا طالعه ترندي بقالها فتره، سواء كريستلز سيلفر او الوان. ففي يعني تشكيله كبيره جدا، في كذا ديزاين زي ما قلت لك برده في الاول، على حسب جسم الكلاينت وعلى حسب. يعني ده ينفع العروسه، ينفع في كتب كتابها مثلا، أكيد. او في الخطوبه، كتب كتاب او خطوبه في البيت اكيد هيبقى حلو قوي. والاسود، الاسود ده يكون حلو قوي لو انت رايحه مناسبه لحد، اصل اكيد مش تبقي انت العروسه لابسه اسود، اكيد لا. بس هو بيكون جميل جدا لو يعني اخت عروسه او مامه عروسه رايحه مناسبه مثلا لحد، هيكون حلو، لان حتى رسمه الكريستلز اللي فيه مختلفه، يعني ليها ورقه شجر كده بطريقه معينه، فبتخليها جميله. الشغل بتاع الكريستلز بتاع الحاجات دي بيبقى سهل يا فاطمه ولا بيبقى صعب؟ صعب انك تقدري تعملي رسمه معينه عشان تطلعيها بنفس الموضوع. بتحتاجي كواليتي معينه من الكريستلز واحجام معينه، ويعني ده تدقيق عشان تعرفي تطلعي على كل الناس بقى. يعني انا سهل كده ان انا البس بيضوي كده وبربر كده في يليق عليكي كل حاجه، بس بشكل معين، بديزاين معين عشان يكون لايق عليكي. طيب لو انا مثلا مليانه شويه، تمام الستريس ممكن يكون فين؟ في الجاكيت او في البليزر، علشان خاطر ما يبرزش قوي الحته، يعني عايزاه يخطف النظر في حته تانية خالص غير الحته انا مليانه فيها. على حسب انت مليانه اكتر فين، بتخلي التطريز في مكان، فمثلا دراعي مثلا مليان شويه، لا مش تطريز على الدراع خالص. لا، ممكن تعمليه على البليزر من قدام، تعمليه على يعني في اماكن مختلفه من البليزر، بيبقى ده احسن. لكن مثلا انت مليانه مثلا من الدراعات، ما ينفعش، هيزودك، هيخليكي اعرض. طب بالنسبه لحد زي مدام شماعه، لا انا عامله زي الشماعه بس. مدام شماعه تلبس ايه بقى يليق عليها ويبقى كويس؟ مدام شماعه انا حرام عليكي، ما بتقوليش كده. لا بتكلم على الرفع، يعني انا بقصد لو حد مثلا رفيع خالص، ايه الحاجه اللي تليق عليه؟ ايه الحاجه اللي تبقى كويسه عليه؟ كل حاجه تليق عليه، لان هو جسمه بيسمح ان انت تقدري ان اسمها بقى خليها عشان بنتكلم في حاجات بستريس وكده، فجسمها جسمها يسمح ان انت تقدري تلبسي كل حاجه، يعني اي حاجه تليق عليها. حلوه قوي. بيبقى الطف البليزر لما يكون طويل ولا لما يكون قصير على الجسم الرفيع؟ يعني انا شايفه ان البليزر الابيض اقصر شويه من البليزر الاسود. على حسب طول الكلاينت،
كلاينت لو طويله هتلبس حاجه طويله هطولها اكتر. لا يعني انا بحس كده، بحس ان الافضل ليها بيبقى على حسب الطول المناسب ليها، بيبقى اسمه كورساج، الكورساج بتاعها اخره ايه ده تلبس عليه طوله. بس بيكون بقى برضو في كلاينتس حتى لو هي قصيره او طويله بس هي محجبه، فما ينفعش برضو تلبس حاجه قصيره، صح؟ فلازم تلبس حاجه طويله بس برضو بيكون لايق عليها. بنقدر ساعتها نلعب في الديزاين نفسه عشان يكون لايق على طولها وعلى عليها. يعني جات لك مثلا واحده محجبه قالت لك انا عايزه اعمل بليزر بس انا عايزاه يوصل لحد هنا، مش اللي هو العادي بقى اللي هو مثلا لحد هنا مثلا او نعمله كده. بس التطريز مثلا لو هو لحد الوسط لا نطوله شويه عشان ما يكونش اللي هو واقف عند حته معينه وخلاص. تمام، يلا بقى ورينا بقى البليزر. بصي بقى يا ستي، الحاجات دي كلها دي طباعه مخصوص انا بعملها ليا خاصه بالبراند بتاعي. مش موجوده في اي حته يعني خالص. البراند دي بتاعتك انت؟ بتاعتي انا. على حسب بقى كل ديزاين يعني. بصي دي فكرتها ان هي من قدام قصيره شويه لكن من ورا يعني طويله وفيها فتحه، هي جايه كده شويه بالظبط كده. دي بتخلي الجسم اللي هو يعني لو حد مثلا من فوق رفيع وتحت يكون ده احسن مليان ليه. شويه يكون بالظبط مناسب ليه اكتر. حلو قوي بالظبط. وتنفع متهيألي دي بقى في انترفيو، تنفع في ميتنج لخروجة الصبح مثلا بالليل. لا لو انت مثلا مع اصحابك مثلا بالليل في مكان فيه زي اوتنج تبقى حلوه قوي، مختلفه. حلو قوي. ده موضه جدا بقى، ترندي جدا الايام دي. خطيره يعني سود بالسديري، خطيره بكل انواعها، بنفس الكلام فيه ممكن غير ساتان. هي حلوه، حلوه قوي وجميله قوي وشكلها كمان ترندي قوي. يعني فكره ان البنت تلبس سديري كده وتبقى لابسه بدله كامله، انا شفتها كمان اونلاين لما شفتها كان ليها بنطلون. ما هي ليها بنطلون فعلا وممكن سكيرت لو في حد مش بيلبس بنطلونات ممكن سكيرت كمان. حلوه جدا جدا وعمليه قوي جدا. اللي بعده اوكي. دي برضو برنت خاص بالبراند بتاعي، مختلفه في التكني كولر وفي نفس الوقت على الناس كلها، تليق على جميع انواع البشره. حلوه جدا. دي صيفي اكتر صح؟ الايه؟ الالوان البرنت البرنتات دي بتبقى صيفي اكتر ولا دلوقتي ينفع تتلبس؟ لا دلوقتي صيفي شتوي تقدري تلبسي، بس ممكن ايه مثلا في الصيف لو الوان فاتحه شويه في الشتاء يعني اغمق، فاهمه قصدي؟ تغمقي شويه. جميل. ده بقى مختلف خالص. جمال. ده بقى مختلف تماما. في نمر قوي. هو انا عايزه اعرف في نمر مجنونة. في نمر في الموضوع. بالظبط. هو مجنون شويه بس مش شايفه وش النمر فعشان كده مش لا بس هو عامه يعني هي حلوه قوي. بالظبط. هو الوانه مختلفه وجديد ورسمته مختلفه برضو، بس مش اي حد على فكره يلبس الحاجات دي. مين بقى؟ لا بصي مش هقولك بلوجرز، مش هقولك برضو بلوجرز يحبوا حاجات مختلفة. ايه الشماعة هتقع. اوكي. مش بس البلوجرز ممكن يلبسوا حاجات مختلفة، لا في ناس يعني كلاينتس بيحبوا يكونوا مختلفين جدا، يحبوا يلبسوا حاجات مش اي حد لابسها او ما عرفوش يلاقوها اي حد تاني لابسها، بتبقى احسن برضو. والله وحلوة برضو لو انا مثلا عاملة عيد ميلاد ابني او بنتي دي ممكن تبقى حلوه. لو عاملاها مثلا في جاردن الصبح او كده دي هتبقى حلوه قوي. لو اتلبست على دراس ابيض ساده هتبقى خطيره، او على دراس اسود ساده هتبقى خطيره. والفوشيا هي فعلا فيها الوان كتير قوي، الاورنج حاجات كتير فعلا خطيره بصراحه. والابيض ده جميل جدا. ده برضه حاساه كاتب كتاب جدا او حفله. بالظبط. حفله كده رسميه حلوه. بالظبط. حفله او كاتب كتاب خطوبه في البيت هيبقى حلو، لان الالوان دي كلها طالعه موضه. درجه التركواز في الكريستالز دي كمان جميله. طب الابيض برضو على فكره ناس كتير قوي بتاخده ان هو بيزك، بس في ناس برضو بتخاف تلبسه عشان بيقولوا بيتخني بيسمرني مش عارفه، هو بيليق على كل الناس ولا برضو ليه ناس وناس؟ فعلا في يعني الوان من البشره ما ينفعش معاهم. في الوان بشره ما ينفعش معاهم؟ يعني لا في ممكن يعني على حسب والله، يعني في كذا حد ممكن تلبسي اوف وايت عليكي ما يكونش حلو. ممكن انا البس يبقى حلو عليا، مع ان احنا الاثنين ممكن نفس لون البشره. نفس التون بالظبط، بس هي بتبقى على حسب كل واحد واريحيته اكتر. انا عايزه اتكلم معاكي بقى عن التريكات، لازم تقولي لنا روشتة كده فيها التريكات بتاعت ازاي اداري جسمي لو عندي مثلا عيوب في جسمي او عندي مشكله في طولي مشكله في لوني، ايه الحاجات اللي اعملها وايه الحاجات اللي ما اعملهاش، خاصه لو انا رايحه انترفيو لان انا حاسه ان انت تخصص بليزرز صح؟ اكتريت البليزر فعلا. بصي هقول لك على حاجه، اكتر حاجه تقدري تبقى مناسبه ليكي ولجسمك او ان انت رايحه انترفيو او مكان معين، انت اكتر لون بتحبيه ايه او ايه اكتر لون بتحبيها ايه، ستايلك انت اصلا ايه على اساس تقدري تلبسي. انت لو انت مثلا تلبسي طويل شويه تقدري تلبسي اللي انت عايزاه طويل، بليزر طويل عادي. واللون اللي انت عايزاه، بس انت بتقولي انترفيو ما يكونش ينفعش الوان تبقى
ما يروحش احمر بقى او اورنج او الفوشيا والحاجات دي. ما ينفعش. لكن تقدري تلبسي الحاجات اللي هي البيزك، كحلي، بيبي بلو، الاسود طبعا، دي اكتر طبعًا. الوان تقدري، او كافيه بيج، دي الوان بيزك تقدري تروحي بيها انترفيو ميتنج، دي اكتر حاجه. حلو قوي. الكلاينت لما بتيجي تتكلم معاكي وتقول لك انا عايزه اعمل كذا وعايزه اعمل كذا، بتديها افكار لحاجه مختلفه او بتديها افكار لحاجه ممكن تبقى اليق للمناسبه؟ في كذا عروسه بيكلموني، احنا مثلا عجبنا دريس ده تقدري تعملي ايه؟ لا وريني. يعجبني حلو، وهي طبعا بتقول لي صوره ليها. انت بتعملي فساتين عرايس كمان؟ الله جميل. حلو قوي. لا كذا مره، كذا عروسه في خطوبتها في مكان او في البيت حاطه انا عملت فساتين سواري وكانت لايقه عليها. هي كانت بتقترح حاجات وانا بقترح حاجات، ونقدر نوصل لنقطه وسط اللي ترضيها في نفس الوقت يعني تطلع شكلها حلو. تعالي بقى نتكلم، اتكلمنا عن اللون الابيض، نتكلم عن اللون الاسود. اللون الاسود برضو ناس كتير قوي بتحبه، ناس كده بالظبط، ناس كتير قوي تقول عليه ان هو ملك الالوان، بيليق على كل الناس وهو ملك الالوان. كله رفيع وتخين، الاسمر والابيض وكله كله مفيش اختلاف خالص. طب انا لو لبست اسود مش يقلل شويه من يعني من الحجم بتاع الجسم؟ الديزاين اللي هتلبسيه هو اللي هيحدد كده. الديزاين نفسه يعني بتفرق في القصه؟ طبعا. انت ممكن تلبسي قصه ترفعك جدا جدا، لكن ممكن تلبسي ديزاين معين بقصه معينه تخليكي لا جسمك حلو لايق عليكي وكده. حلو قوي قوي. انا عايز اتكلم عن المده اللي بياخدها البليزر بالشغل اللي فيه كله، تقريبا بياخد مده قد ايه؟ بتشرفي على الماتيريال ازاي؟ بتجاب منين الحاجات دي كلها؟ بتاخد يعني علشان المنتج يخلص ويبقى بالشكل اللي قدامنا ده؟ انا اللي بجيب الماتيريال كلها، يعني سواء قماش او كريستلز، انا اللي بيكون بجايبها بنفسي، انا ببقى ضامنه ايه اللي بيجي اكتر. او ايه اللي هيليق على ايه، او ايه اللي هينفع ده الاول ايه كده يعني. الصوت الكامله ناس كتير بتحبها وناس تانية لا، ناس تقول لك انا الصوت الكامله دي تخليني كل حته واحده كده ولون واحد وبتاع، فما احبش كده. لا في كلاينت ممكن تطلب مختلف، يعني مثلا الصوت كامله سودا، هي ممكن عايز تغير البنطلون، تغير لون البلايزر، دي بتبقى بتابعها هي مش انا. بيجي لك ايه اكتر، الناس عايزه صوت كامله والناس عايزه بليزرز بس او دريسز بس؟ الاثنين زي بعض. زي بعض فعلا. في ناس بتبقى هي عارفه هي عايزه ايه، انا عايزه بليزر لون كذا ديزاين كذا او عاجبني كذا انا عايزاه. في ناس لا، في ناس تبقى عايزه صوت كامله، انا عشان ما لسه هقعد افكر انا هلبس بنطلون ايه، او ممكن يكون درجه الاسود مختلفه عن الاسود مطلوبه مثلا منك كده. جميل جدا. الماتيريالز دي بتكون مكلفه قوي عليكي انت كديزاينر ولا؟ بصي الماتيريال في منها درجات. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا نوع معين من الماتيريال تلاقي منه درجه اولى ثانيه ثالثه على حسب سعرها. انا بحب اجيب اغلى حاجه لان هي اللي بتعيش مع الكلاينت، هو ما يعيش معاها حاجه يحب يجيب من عندي تاني. جالك كلاينت قبل كده او حد يعني عملتي له الديزاين بتاعه وبعدين قال لك لا انا القماشه دي مش عجباني، لا انا القماشه دي بتجيب لي حساسيه؟ بتعملي ايه بقى في المواقف اللي زي دي؟ بصي مش ببيعه، بنحاول نوصل لحل وسط. يعني مثلا انت لابسه دريس معين مش عاجباكي الماتيريال، مع ان انا قبل ما اجيب اي ماتيريال انا بحب اشارك الكلاينت معايا، بصورها له في ساعتها في مثلا كذا، او دي هتليق على الموديل اكتر، دي هتنفع اكتر، ممكن ساعتها يقتنع. لو ما اقتنعش ممكن نحط اكستنشن عليها، نحط حاجه عليها تخلي برضو في الاخر يوصل اللي هو عايزه يبقى شكلها حلو. طب الست بقى، بما انك قلتي على نحط على الاكستنشن عليها، الست او البنت اللي عندها قطعه من القطع بتاعتك ولبستها مره وعايزه تظهر بيها تاني بس عايزه تغير في شكلها، عايزه تجدد في شكلها، ممكن تلبسها بشكل تاني مختلف عامل ازاي؟ انا شفت عند القطعه كان فيها حزام في النص. تمام. وشفت يعني شفت عندك كذا حاجه، فعايزه اعرف ازاي الواحد يقدر يلبس الحاجه باكتر من شكل او باكتر من طريقه. هقول لك على حاجه، البليزر ممكن تلبسي تحته اي حاجه، بمعنى ممكن تلبسي سكيرت، تلبسي بيزك دريس، تلبسي بنطلون ومثلا تشيميز، تلبسي سديري، تلبسي بلاوز عاديه. ده هو محطوط فيه الاسترس ولا لو مثلا من الساده اللي دول تقصدي؟ كله كله كله. اوكي. لان هقول لك على حاجه، ده حاجه بيزك انت بتلبسيها تحت، انت تلعبي بقى فيه، تقدري تعملي اي حاجه انت عايزاها تحت. بس في نفس الوقت مثلا مش لابسه حاجه مثلا زرقاء تلبسي يعني لون ما ينفعش او يبقى اوفر عليه او غريب عليه. لكن عامه اي حاجه تقدري تظبطيها، حاجه ساده ممكن تلبسي عليها حزام، تلبسي عليها شنطه اللي هي شنطه الحزام طالعه موضه ترند دي، بتغير برضو الكلام ده.
حلوه قوي قوي فكره شنطه الحزام دي، برضو بتبقى لطيفه جدا. البليزرز معظم الناس بيبقى عارف ان البليزرز بتبقى ممكن في الصيف عشان قماشتها بتبقى خفيفه شويه. انت في ماتيريال شتوي، في ماتيريال بتبقى شتوي تنفع للبليزرز اكيد، ما يعني في الشتاء احنا فينا، بصي في ناس بتشتغل في اماكن لازم لبس فورمال، مش هتلبس مثلا حاجه خفيفه وعليها لسه كوت تبقى شايله هم تلبسي كذا حاجه بالظبط. فلا انا بقدر اوفر ان يكون في سوت او بليزر ماتيريال شتوي، انت ما تلبسيش حاجه تحتها في نفس الوقت شكلها حلو، مش مزوداكي، لا برضو في نفس الانسيابيه اللي انت عايزاها بالظبط. لانه ساعات بعض البليزرز اللي ممكن تبقى تقيله شويه بتتخن، وكمان الكتاف بتاعتها بتبقى عاليه سنه كده، فبتدي شيب غير الشيب بس دلوقتي طلع ماتيريال تديكي الشكل الصيفي لكن تقيله. الحاجات دي بقى لسه طالعه، وحاجات بجيبها من بره مش من هنا، يعني ماتيريال معينه بجيبها من بره مش من هنا. عظيم. اقدر البس جاكيت زي اللي انتي لابساه ده على بنطلون جينز؟ ممكن. معقول؟ ممكن والله، ليه لا؟ ازاي بقى؟ هقول لك على حاجه، ممكن اطوعه ازاي ان هو يبقى جينز او يليق على الجينز؟ هقول لك على حاجه، ممكن نعمل ايه، ممكن بدل كريستال سيلفر لو انتي مش حابه سيلفر ممكن نعمله كريستال الوان، يعني كريستال الوان تقدر تلبسي على الجينز تحت بقى تلبسي التيشيرت. هي حاجة غريبة وجديدة بس ممكن، احنا دلوقتي في وقت اي حاجة تتلبس واي حاجة ممكن تركبيها على بعض وهتبقى حلوة على حسب تركيبة الالوان، تركيبة الموديل نفسه واللبس. جميل. بتفكري الفترة اللي جاية تعملي ايه؟ بتفكري تعملي يعني تدخلي حاجة على اللاين بتاعك؟ انا شايفة زي ما قلنا قبل كده ان اللاين بتاعك معظمه سوتس او بليزرز، وفيش كام فستان كده لطاف برضو حلوين، بس عايزه اعرف انت بتفكري في ايه اللي جاي؟ ايه اللاين الجديد اللي انت عايزه تعمليه، او حتى عايزه تترسيه وتبداي من الاول وجديد؟ في حاجات طالعه زي كاب طالعه ترندي جدا. كاب سواء شيفون او تول بتلبس فوق دريس، ممكن تلبس فوق جامب سوت، طالعه موضه جدا، وهي اصلا الايام دي كمان بتطلب كتير، اللي هو الكيب اللي بيبقى من عند الكتاف ده وبعد كده بيبقى طويل ومفتوح خالص. وفي كاب بيبقى تلبسيه زي البليزر، مش زي بليزر، عارفه مش عارفه اقولها لك ازاي، زي بلوزه بس قصيره، بس هو اصلا كله مشغول، يعني كله فيه سواء بقى ممكن كريستلز او خرز. دي طالعه موضه جدا، وكانت طالعه اصلا يعني بقى لها فتره قريبه قوي، وهي حلوه بصراحه، يعني تقدري تلبسيها على حاجه ساده خالص عندك. يعني اللاين الجديد بتاعك ان شاء الله فيه كيبس بقى جديده ان شاء الله. حلو جدا. اعمار، متوسط الاعمار اللي بتتعامل معاكي واللي بتطلب منك الحاجات اللي فيها ستريس، والحاجات اللي بتطلب منك سامبل، مين بيطلب اكتر ايه؟ سنة. من 16 ل 60 سنه ما شاء الله، والله من 16 ل 60 يطلب كل اي حاجه، كل يعني بالذات الحاجات اللي فيها ستريس او بقى سوتس ساده، يعني ممكن في مديره بنك، مديره في مكان معين، طبيعه شغلها ان هي بتحتاج بليزرز، سوت كامله، لا مش بليزر بقى، لا فورمال، الناس دي بتحتاج سوت كامله تبقى رايحه شكلها فورمال كده. لا انا بنصحها بقى بالسوت اللي هي فيها السديري من تحت، وهي فعلا اكتر حاجه يعني مطلوبه بسبب كده. الوانها كانت ايه؟ كل الالوان، كل الالوان، اي لون انت عايزاه موجود. فاطمه اخر حاجه معاكي عايزه اعرف، زي ما قلت لك انا عرفت اللاين بتاعك الجديد هيبقى عامل ازاي، بتتمني ايه الفتره اللي جايه لخط الانتاج بتاعك؟ ان شاء الله بتمنى ايه؟ بتمنى ان انا افتح مكان كبير باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين، وهكون انا اول الموجودين فيه باذن الله. فاطمه انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا النهارده، انبسطت جدا بوجودك معايا، انبسطت بالحاجات الحلوه بتاعتك بجد، تسلم ايديكي، برافو عليكي جدا، وان شاء الله فاشن ديزاينر المصريه والى العالميه فاطمه طه. بشكرك شكرا جزيلا.